لا احنا مش بنضع ما بينجزه الحروف اليوم، احنا بنعمل في حاجه اسمها ديلي ريبورت. الديلي ريبورت ده بتطلع منه برودكتيفيتي ريبورت، بتقول والله العدد المان باور الفلاني عمل الكميه الفلانيه، وبالتالي يبقى كل واحد فيهم بيعمل قد كده في اليوم. وبتيجي طبعا ما تقدرش تاخد متوسط يومي، لكن ممكن تاخد متوسط اسبوعي او شهري، تطلع تقول والله البرودكتيفيتي ريت بتاع الشهر ده كذا او بتاع الاسبوع ده كذا. طيب انا شايف ان الناس كلها جاوبت اهي، في 20 واحد فيكم بيقولوا نعم، وفي 3 بيقولوا لا، يعني دول 23 واحنا 34، اطلع نفسي منهم يبقى 33، يبقى باقي كام واحد ما جاوبش على السؤال؟ لا كلنا نجاوب على السؤال يا جماعة لو سمحتوا. جست 253، الصورة مش ظاهرة عندي، هو مفيش صورة دلوقتي، لو قصدك قبل كده كان الشير ماشي، لكن لو قصدك دلوقتي احنا دلوقتي مفيش صورة، احنا وقفنا الشير. وعامة لو فرضنا حتى ان الشير كان واقف عندك، انا برفع الفيديو بسجله من عندي وبرفعه على اليوتيوب وببعته للجروب للناس كلها انها تخش تشوفه، للي كان الشير بيقطع عنده او الانترنت عنده ضعيف شوية. طيب خلينا نتفق على حاجة بقى يا جماعة، ملف الإكسل اللي أنا هبعته لكم على الجروب، يعني الناس كلها مشتركة في الجروب؟ ليه بنعمل خانة ريسورس عند كل زي الحد... لأن إحنا هنحط، لو تفتكر إن إحنا بنحط باند البريمافيرا، هنحط إجماليات، يعني مثلا عندنا الباند بتاع الحفر في 3 بنود في البي او كيو، لكن هو عندنا بند واحد في البريمافيرا، فبنجمع الثلاثة وبنحطهم كبند واحد في البريمافيرا زي الكوست بالظبط. خلينا نسأل، في حد مش مشترك في الجروب؟ علشان احنا هنبعت دلوقتي حالا الاكسل شيت على الجروب. وان شاء الله مش هنكمل بقى المحاضرة الجاية غير لما الناس كلها تكمل الاكسل شيت ده. اللي عايز ياخد شهادة من الأكاديمية إن هو حضر، لازم يكمل الشيت دوت ويبعته لي بالإيميل، ده هيعتبر زي ميد تيرم زي ما كنا بناخد في الكلية لو تفتكر. إن شاء الله، لأن من غير، لو أنت حضرت كان الشير واقف. طب خلاص مفيش مشكلة، خلينا نخش نعملها تاني دلوقتي. خلينا نخش تاني نعملها دلوقتي. انا شغلت الشير، هنستنى كده نص دقيقة ونشوف الشير شغال ولا لا. ها يا ترى الشير شغال عندكم؟ طيب انا شايف ان الناس كلها جاوبت ان الشير شغال.
موضوع الفريز ده موضوع ظريف جدا، ان انا بعمل دايما لو انا شغال على اكسل شيت كبير، فكل شويه اروح يمين وشمال، اروح يمين وشمال علشان بنقل معلومات من هنا لهنا، او عايز اشوف حاجه من هنا لهنا. فببساطه موضوع الفريز ده بيحل لي الموضوع مؤقتا. يعني انا واقف دلوقتي وشغال في البند ده، وعايز اروح للخانه اللي جوه، بس عايز افضل ان انا شايف البند بتاع المات فاونديشن دوت. انا استنى كده شويه قبل ما يكون الشيف جاي عندكم. فالبند دوت مثلا لو انا مش عامل فريز، لما اجي اسحب البار كده هيروح. طيب خلينا نلغي الفريز ونشوف ازاي هيبقى شكل الشيت من غير الويندوز فريز. اجي من فيو وفريز بانز، طبعا انا شغال على اكسل 2010 زي ما اتفقنا، اللي هو زي ما قلنا من اول الكورس ان احنا بقى شغالين على اكسل 2010. فهاجي من فريز بانز واقول له ان فريز بانز، يعني كده خلاص ما عنديش فريز. اما اجي انزل لتحت راح العنوان. طيب لما اجي اخش كده راح برضو الناحيه الثانيه مش شايف حاجه. طب انا عايز اقول له ثبت لي من اول خانه الفيو تو ديسكريبشن. فهاجي هقف هنا، هو ما بقف هنا واقول له اعمل فريز بياخد ده كده وده كده، يعني بيبقى تبقى الخانه بتاعته من اول هنا وماشيه كده، ده ابتدى الفريز. طب خلينا نشوفها عملي. اجي من فريز بانز واقول له فريز بانز، لما اجي انزل لتحت خلاص ثبت لي هو كده الاوف كده. طيب لما اجي امشي الناحيه الثانيه ثبت لي برده الراس، لان انا وقفت له عند الخانه دي ومن هنا قلت له فريز بانز. لو عايز اشيل الفريز خلاص، عايز الشيت يرجع طبيعي تاني، باجي من فريز بانز واقول له ان فريز بانز، فكده خلاص بقى الشيت طبيعي جدا. كده ترى الموضوع واضح. شكرا يا جماعه على الروح الحلوه بتاعتكم دي، وان شاء الله تكونوا استفدتوا حاجه النهارده. وفي انتظار بقى اي تعليقات او اي استفسارات، هنكون معاكم ان شاء الله على الجروب وعلى الايميل. والمحاضره الجايه ان شاء الله في الساعه 8 بقى توقيت مصر يوم السبت الجاي باذن الله، وان هنشرح فيها ازاي هنحط الريسورسز على البرامافيرا. ولو قدرنا نخلص بدري والناس كلها كانت متابعه كده ومصحصحه، هنبتدي نخش شويه في الديوريشن. طيب استأذنكم وشكرا جزيلا للحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.